مرحبا واهلا وسهلا فيكم متابعين عالم السيارات. نحن اليوم موجودين بالمملكه العربيه السعوديه، تحديدا بالعاصمه الرياض بمدينه الدرعيه، لحتى نقوم بتغطيه مميزه لسباقات الفورمولا الكهربائيه الفورمولائيه اللي عم تجي لاول مره بالشرق الاوسط وتحديدا بالسعوديه. شو هي الفورمولا اي؟ كيف بتصير؟ خلينا نخبركم عنها بالتفصيل. ابتدت هالبطولة بعام 2014 واليوم عم نشهد انطلاق الموسم الخامس لهالبطولة. أول ثلاث سنين سيطرت رينو بشكل كامل على مجريات السباق، وبالموسم الرابع دخلت أودي على البطولة وبسرعة قدرت تحرز لقب بطولة الصانعين ولقب السائقين بالمركز الثاني. والسنة بلشت معركة الحفاظ على اللقب مع الصانع الألماني أودي. كيف تتألف سيارة الفورمولا اي وشو الفرق بين فريق وفريق؟ السيارات من عند السائق الى الامام هم متطابقين 100%، اما التغييرات بتصير كلها خلف السائق وهي محرك، علبة الغيارات والديفرنشل واكيد معايير ضبط السيارة. بتوصل لسيارة الفورمولا اي محرك توصل قوته ل 250 كيلو وات او ما يعادل 340 حصان بحد اقصى بمرحلة التصفية، أكيد على أنه ما تزيد قوة المحرك خلال السباق على 200 كيلو وات أو ما يعادل 272 حصان. وهالمحركات بتستمد طاقتها من بطارية بتوصل لوزنها لحوالي 374 كيلو جرام. وزن السيارة بيوصل ل 900 كيلو جرام. وبتتسارع السيارة الكهربائية من 0 ل 100 كيلومتر بحوالي 3.1 ثواني. وبتوصل سرعتها القصوى ل 240 كيلومتر بالساعة. شو الفروقات اللي طرقوا على سيارة الفورمولا اي السنة يلي ما كانت موجودة خلال المواسم السابقة؟ بالمواسم السابقة كان السائق يضطر خلال السباق بمنتصف السباق او قبل او بعد شوي صغيرة يدخل لحتى يبدل سيارة لانه تكون البطارية فضيت من الشحن، فما في وقت عشان يشحنه، فكانوا عندهم سيارات جاهزة لحتى السائق ينتقل من سيارة لسيارة ويكمل السباق. سنة تختلف كليا، البطارية الموجودة على السيارة بتأدي للسباق بالكامل، هذا الشيء بيخلي السباق يضل متواصل من دون توقف لمدة 45 دقيقة. وكمان فينا نشوف غياب الجناح الخلفي وإضافة نظام الهالو لحماية السائق كما هي الحال بسيارات الفورمولا 1. تتألف بطولة الفورمولا اي من 12 سباق بدور حول العالم، وأول سباق أجري بالشرق الأوسط لأول مرة بتاريخ البطولة كان بالسعودية بالعاصمة الرياض. والبلدين هن أول جولة أكيد السعودية، بعدين المغرب، تشيلي، المكسيك، هونغ كونغ، الصين، إيطاليا، مونتي كارلو، ألمانيا، سويسرا، وفي جولتين بأمريكا. من أهم الفرق يلي عم يشاركوا بالبطولة من بعد ما سحبت رينو أكيد أودي يلي ربحت البطولة وهلأ عم بتنافس لحتى تحافظ على اللقب. BMW عم تدخل لأول مرة، نيسان موجودة، ماهندرا كمان موجودة، وعدة فرق بأسامي خاصة. إذا بدنا نحكي عن تاريخ أودي بعالم سباقات سيارات ورياضة المحركات بيعود تقريبا لحوالي 40 سنة. ومين ما بيتذكر تاريخ أودي العريق برياضة المحركات، منعود للسبعينات والثمانينات من خلال بطولة العالم للراليات وكمان مشاركات بطولات التحمل وخاصة لومون والسيطرة الكبيرة اللي قاموا فيها، وحتى كمان بطولات الدي تي ام. وهلأ عم نشوفهم عم يرجعوا بقوة على عالم الكهرباء، عالم سباقات الكهرباء فورمولا اي
سيارات سباق الكهربائية 100%.